واو. مايكات بعد. اسمع يا مستر باتريك، اسمع باتريك، مستر باتريك، اسمع يا مستر باتريك، اسمع يا مستر باتريك، اسمع باتريك، مستر باتريك، اسمع يا مستر باتريك. شو هذا؟ صوت باتريك، صوت ابو تميم، صوت علي، صوت ظافر، صوت عابد، صوت سهيل، صوت سلطان. صورتي وش جابها هنا؟ ذكاء اصطناعي وصورتي وأصواتنا، هذا قاعد يفبرك لنا. عجبك؟ معجبك؟ يبنى حال نزل المسدس وخلنا نتفاهم. بلعت الطعم ودخلت الغرفة. أنا من أمس وأنا أشوفك تدور حول هالمزرعة، يعني ما تدرين في كاميرات وكاشفك؟ أنا شفت بس ترى ما فهمت شيء. إيه ما راح تفهم، لأنك ورطت نفسك وتحديت تحدي أنت مو بقده. دام في كاميرات تراك ما تقدر تسوي شيء، تراهم بيجيبونك وبتورط نفسك بجريمة ما أنت قدها. تمزح أنت؟ تمزح ولا جاد؟ ترى ما حد يدري يا حبيبي عن هالمكان هذا، ولا يخطر ببال أحد إن في غرفة عمليات مجهزة. وأنت عارف المزرعة هذه نائية وبعيدة. ثاني شيء، لو افترضنا إنهم حتى وصلوا وقتها تتغير المشاهد على الكاميرا. يعني أنت مهكر الكاميرات بالجوال حقك؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، تصدق يعجبني ذكاك؟ والله يعجبني ذكاك مرة مرة مرة. واللي يعجبني أكثر اختراقك للسيستم حقي ووصولك المكاني. تصدق أنا معجب فيك، والله معجب فيك مرة. وخسارتك، خسارتك بس إنك ما اشتغلت معي، لأنك لو اشتغلت معي تبي تربح مكاسب والله ما تحلم به. أجل عرفت كثير عنه واخترقت النظام والسيرفر اللي نشتغل عليه. لا وبعد عرفت المكان نفسه. لحظة أشوفك تتكلم بصيغة الجمع، من أنتم؟ تبي تعرف ليش؟ أبي أعرف من باب العلم بالشيء. مو أنت خلاص حكمت علي إني ما راح أطلع من هنا؟ أقل خلني أعرف أي شيء. صدقت ما راح تطلع من هنا صدق. شف يا سلطان، أنا ترى ما أنا بالحالي مع هذولا. هذولا من تقصد؟ هذولا أحباب قلبي، ذولا مجموعة الذكاء الاصطناعي اللي قاعد أبرمجهم واحد واحد. منهم اللي اسمه ماكس وهو أذكى نظام فيهم، هو اللي كان يكلمك بعد ما غذيته بكل المعلومات عنك وزودته بأحاسيسك وطموحك، مو كذا يا ماكس؟ ويلكم بوس. يس ماستر. وبعد ما يبي يقول اسمك علشان ما اعرفه.
أنا مو بقايلك إنه ذكي مرة. شباب، ما في غيرنا نعجل بموضوع علي هذا، وباترك وسرحان بعد، وقتها كل الملفات هذه بتتقفل. هذا هو يا سهيل، كلام تميم سليم، لازم تأجلنا بالموضوع تخلصوا من خويك هذا اللي انت تعرفه. وش اللي خويي؟ تميم تعرف عليه قبل يومين، انا بينه وبينه تعامل مادي، الرجال ما اعرفه ولا شيء ولا قابلته قبل. ما يهمنا خويك ولا مو بخويك، دق عليه ترانا مستعجلين. طيب، وحط سبيكر بعد، نبي نسمع وش يقول. أنت لو سمعت كلامي وصرت معي كم ما صرت بهالموقف هذا، تدري؟ وأنت بتطلق كذا بدون كاتم صوت؟ كاتم صوت؟ أنت تدري أنك لو تصرخ بأقوى حيلك بهالمكان هذا ما سمعك أحد. ألو، خلاص يا أخي، بعدين أكلمك، بعدين قلت لك، بعدين خلاص، الملفات الصوتية أنا أرسلها لك. لا يا سلطان، سلطان، سلطان.